برعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، نظمت لجنة البحوث وأخلاقيات البحث وبالتعاون مع قسم العلاقات العامة حفل التكريم الأول لجائزة البحوث العلمية لمنتسبي المستشفيات الحكومية. نعم، أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية المضي قدما في مجال تعزيز البحوث الطبية لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده المملكة على صعيد الخدمات الطبية، فضلا عن التطورات الصحية العالمية التي تتطلب تضافر الجهود والسعي الجاد لمواكبتها، معربا معاليه عن سعادته بالمستوى المتميز والعلمي الرصين للبحوث الطبية البحرينية في مختلف المجالات لما لها من مردود كبير على دراسة الأوضاع الصحية المحلية وطرق تقديم الخدمة وحوكمتها لضمان جودتها. من جانبه أعرب الشيخ هشام بن عبد العزيز الخليفة رئيس مجلس أملاء المستشفيات الحكومية عن فخره واعتزازه بالكوادر الطبية من منتسبي المستشفيات الحكومية ومساهمتهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا من خلال خوضهم غمار البحوث العلمية بما يسهم في السياسات العلاجية واتخاذ القرارات التي تهدف للارتقاء بالقطاع الصحي في مملكة البحرين. إلى ذلك أشاد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بالجهود المبذولة في مجال الأبحاث العلمية، ومؤكدا بأن الإدارة التنفيذية وبتوجيهات مجلس أملاء المستشفيات الحكومية ستواصل دعمها للكوادر الطبية وكافة الكوادر العاملة بالقطاع الصحي بما يمكنها من تقديم أعلى مستوى من الممارسات الصحية ويعزز من دورها المحوري في المنظومة الصحية في المملكة. هذا ويذكر بأن عدد البحوث المنشورة من منتسبي المستشفيات الحكومية بلغ حوالي 235 بحثا في العامين الماضيين، تم نشر أغلبها في مجالات علمية وعالمية ذات صيت وتصنيف عال، كما تم تكريم الفائزين بجوائز لجنة البحوث والذين بلغ عددهم 14 باحثا. اليوم الحقيقة تكريم الجماعة اللي هم نجحوا في الأبحاث وفي نشر أبحاثهم في المجلات العالمية والمحلية واجب علينا، المفروض نشجع دائما لأن هذا هو السبيل دائما إلى التقدم وإلى التعلم وإلى الترقي في مجال البحث ومجال التعليم ومجال يعني الخدمة الطبية، لأن الخدمة الطبية دائما مقابلة مواكبة للتقدم في المعلومات والتقدم في التقنيات. البحوث العلمية في المجال الطبي أمر مهم ونحتاج له في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، علشان خططنا المستقبلية تكون مبنية على أسس مدروسة واحتياجاتنا المستقبلية سواء كانت من أدوية أو سواء كانت من طرق علاج تكون مبنية على حقائق علمية أخذت حقها في الدراسة والتطبيق. بالنسبة للبحوث العلمية طبعا جدا جدا مهمة لأنها تغير من طبيعة العمل الطبي لكل الأطباء والممرضين والخدمات المساندة، وفي تشجيع كبير جدا في المستشفيات الحكومية ومجلس الأمناء ومن المجلس الأعلى للصحة بالاهتمام بالبحوث العلمية، فهي هي الهدف الأساسي منها لإنتاج المعلومات الأساسية اللي يتم عليها تغيير وتقييم النظم الصحية الموجودة في كل مستشفيات العالم والمراكز الصحية، ومن هنا تأتي أهمية البحوث العلمية الطبية. الحمد لله تم تكريمي وفوزي بدراسة اللي أجريت بمجمع سمانية الطبي، والدراسة كانت عبارة عن موديفايد تكنيك أو طريقة معدلة بتثبيت عظمة الرسق خاصة عند الأطفال، والحمد لله تم نشر هذه الدراسة في مجلة عالمية. شاركت من خلال يوم البحث بعدة أوراق بحثية تم نشرها في مجلات علمية محكمة خارج البحرين وداخل البحرين، قمت بها على مدار السنتين أو الثلاث الماضية. أحد هذه الأوراق أيضا قمنا بعضها على شكل بوستر، هي عبارة عن حالة نادرة، أيضا الورقة تم نشرها في مجلة عالمية.